كان لأحد التجار ابنان، في آخر حياته أخذ يعلمهما أصول التجارة. توفي التاجر موصيا ابنيه: لا تسمح لأحد أن يدخل بينكما. وبعد الأربعين قرر الابنان عدم تقسيم الإرث والمحافظة على التجارة والمال برا بوالديهما. كان للتاجر قبل وفاته منافس في التجارة، وكان معروفا بخبثه ونيته السيئة. وطالما وقف التاجر في وجهه وبطشه بالآخرين، وذلك بعد أن ظلم أحد التجار مغلوبا على أمره واستولى على تجارته بالحيلة والخداع. ذات يوم دعا أحد الأخوين إلى بيته وقال له: لصغر سنك سيطمع فيك ابن أبيك، فاحذر، طالبه بحقك واستقل عنه قبل أن يبطش بك. نسي الصغير وصية أبيه وطالب أخاه بحقه وطالب بالابتعاد. كان الشقيقان يحبان بعضهما حتى ذلك اليوم، إلى أن بدأ الخلاف وحدث الشقاق بينهما، فضاع المال وضاعت التجارة، والأسوأ ضاعت مودة الأخوين. إلى اللقاء.